احنا كان عندنا واحد ندوه مع الخمسة د العشية، كان منظمها استاذ عبد الكبير العلاوي، استاذة ناز الغازي، واستاذة سميع. كانت عندنا مع الخمسة د العشية صافي. انا خرجت مع خرجت انا وياهم، انا مولفه كنخرج مع العشرة ديال الصباح. قالت لي دخلي معايا ديك ساعتين عند الاستاذ الصوصي، حيت استاذ معروف وبحكم السمعه اللي عنده في الكليه، واحد الانسان الله يامر هذا. ما عليناش، خرجنا مع ديك 12. قالت لي يلا دوزي معايا للدار نتغداو، وعد وجلسين تنحضروا الندوة وسيري. حيت انا كان نافيتي كنمشي وكنجي، ما كرياش انا تماك. صافي، من بعد قلت لها لا يخليني نمشي حتى نجي نمشي للدار نجيب لك معايا شي صخره ديك الساعه عاد نمشيو. قالت لي صافي واخا. قالت لي انا غادي نتسناك للغدا حتى نتغداو، وعاد ديك الساعه نمشيو للندوه. صافي، من تماك بقينا جيت لهنايا، ديت لها معايا الصخره، لقيتها كتسناني. تغدينا، خرجنا مع ديك الربعة ونص هكاك. خرجنا صافي، وصلنا تقريبا حدا في نص ديال الطريق، بدات الشتا كطيح. المهم واحد الشتا مجهده، قلت لها نقبطو طاكسي. قبطنا بشي طاكسي باش يوصلنا قدام سميتو، مع كان الشتا ما يصلح لناش نمشيو، اصلا كان مشى الحال تقريبا، كان ديك الخمسة وقسم. حنا وصلنا قدام باب الغرفة ديال الغرفة الصناعية اللي كانت غادي تكون فيها الندوة. ملي وصلنا قطعين الشانطي، غادي انا وياها قطعنا الشانطي، قطعين الشانطي. كانوا واحد الطلبة مدرقين معنا من تفتر الشتا باش عاد يدخلوا الندوة. هي هذيك خليتها كتهضر مع شي بنات، وواحد الطلبة كانوا كيقراو معاها، قالوا لها جلسي تسني حتى تفتر الشتا وندخلوا كاملين. قلت لها صافي دابا حنا تقريبا فزقنا حيت جينا نقطعو الشنطة صافي، مع كانت الشتا مجهده. قلت لها دابا فزقنا يلا ندخلو. قالت لي واخا سبقيني، انا غدا قدامها بواحد ثلاثه ديال الخلفات كنضر مولاي. لقيتها مازال، قالت لي يا عيني بلاتي انا غدا. كنولي كندور مورايا كنلقاه غادي عندها نيشان. صافي مشى عندها نيشان، عارف بالله عندهم ديك النهار الندوة حاطه عليه. صافي مشى عندها نيشان، ضربها بالصرفيقه، صرفقة. لا كنا حنا درنا شي شويه، زدنا عليهم شويه، وحيت قلت لها زيدي شويه. كاينين الناس، كاينين دوك الناس دوك الشيفور نتاع النقل، كاينين تما اللي كيحضيو الطوموبيلات، حيت كان الشتا ما كانش بنادم بزاف غادي جاي في داك. صافي، من بعد ضربها بالصرفيقه، انا حاولت نمنعو. صرفيقه مجهده باش ضربها بالصرفيقه، حاولت نمنعو ما قديتش. صافي سيطر عليها، هي كتحاول تدافع على راسها، ولا ضربها بنيه في كرشها، هي كتحاول تبعد منه. صافي حتى وانا كنحاول نمنع. صافي ملي ما كتغوتوش، ما كتقولوش الناس عتقونا، حيت فاش بدا معاه فاش صرفقها بحال اللي بغى يهضر معاها، ولا ما عرفتش شنو كان ناوي يدير ديك الساعه، واش ناوي يفكر يجبد داك الموس ولا ما عرفتش. صافي انا جيت عنده قلت له راه الا كان شي مشكل ولا شي حاجه راه كيتحل غير بالهضره، ماشي صافي. هو ديك الساعه فاش بديت انا حاولت نمنعو داك الشيء جبد الموس، اول ما جبدو صافي ضربها هي الاولى. صافي ضربها، انا ما شعرتش براسي، بقيت كنغوت. مشكله ضربها في انا ما كانش عندي كيفاش ندير نعاونها ولا شي حاجه. انا اللي بقيت كنغوت. لقيت واحد الدري من الماستر نازل من الطوموبيل، هو غادي يسولني فين كاينه، فين غادي تكون ديك الغرفه، فين غادي تكون ديك الندوه. صافي قلت له عافاك عاوني دغيا، راه عيطوا البوليس ولا ديروا شي حاجه، انا ما صافي بوحدي، ما عنديش واحد جد اللي نقدر نعاونها ولا شي حاجه. صافي كندور مورايا فحال هكا، كنلقاه كيشيروا عليه بسميتو. مشيت كنجري، دخلت نيشان عند الاستاذ، كنسول على الاستاذ فين هو. صافي ديك الساعه الدنيا دارت بيا، ما بقيت حاسه حتى شي حاجه. غدا وكنجري وكنفكر فيها، هي اللي خليتها مورايا، ما عرفتش شنو طرا بيها وشنو ما عرفتش. صافي من بعد قال لي الاستاذ بقي جالسه، انا ما تخرجيش، بقيت جالسه. صافي من بعد ما جاو البوليس، صافي من بعد انا ما خرجت. صافي كنلقى هو، كانوا طلعوه سميتو من بعد شلت. خرجت صافي، لقيتها صافي طايحه في الارض.
صافي مخطينا بواحد البلاستيك انا ما فهمت والو. ديك الساعه كنحاول نقنع راسي بان ما وقع حتى شي حاجه باش نقدر نصبر راسي. كنقول لا راهي غير مجروحه ولا غير سميتو راه غادي تجي لومبيلونس تزدا غادي تلقى غادي تنقد. صافي انا ديك الساعه كنقول مع راسي لا راه واقيلا هي تخيلت داك الموس. لا راه ما ضربهاش فهمتي. كنقول لا راه ما ضربهاش راه غير سميتو. كنحاول نقنع راسي بان راه ما كاين حتى شي حاجه. صافي بقيت صافي ما بقيت مصدومه بقيت كن ما فهمت والو. كنقول واش هذه هي حلمه ولا ما عرفتش شنو وقع. صافي من بعد طلعنا للكوميساريه هو بدا كيدير شدو مسكين واحد من النقل هو اللي شدو. فاش طلع ديك الساعه فاش شدو صافي طلعوا بقى غير بحال شي حمق ما عارف راسو شنو دار. مع صافي كان في واحد واحد الهستيريا. كل ما كانوش قبطوه كنا راه بقى ضرب كلشي كون ضرب كاع دوك الناس اللي كانوا تماك. صافي من بعد طلعوا الكوميساريه بدا كيرد كيتقيا وداك الشيء. صافي من بعد صافي لا تماك في لافاك ما كانش اصلا هو كيجي كيجي غير باش كيحضيها وكيحضي صحاباتها كيحضينا حنا باش كيسولنا كياخذ معلومات خصو باش يعرف شنو كاين عليها. كيتقرب كان كيجي عند العائله كيبغي يخسر لها صورتها. كان كيضرب واحد اللي كيهضر بهذاك الاسلوب كيقول لها راه صافي هادشي اللي وقع.